إذا للمزيد عن تطورات الأوضاع في المنطقة بعد تفجيرات أجهزة اتصالات حزب الله وسيناريوهات المتوقعة وأيضا تداعيات هذا القرق الأمني على جاهزية حزب الله في ضوء استمرار الحرب الصهيونية على قطاع غزة، ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية الأستاذ علي الأمين. أستاذ علي، حياكم الله. هجوم سيبراني واسع نفذه الاحتلال الصهيوني في لبنان طبعا أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم طفلان وإصابة أكثر من 2000 آخرين بجروح بينهم ما يقارب من 300 صنفت حالتهم بالحرجة والخطيرة. بداية أستاذ علي، يعني كيف يمكن قراءة مثل هذا الهجوم في ضوء حالة التصعيد المستمرة في المنطقة ككل؟ مساء الخير، حياك الله سيدي. يعني ونضيف إلى ذلك ما حصل اليوم واللي هو ادى الى بالضبط استهداف، يعني سقوط على الاقل الرقم وزاره الصحه انه في 300 جريح وفي 8 او يعني شهداء سقطوا في هذه يعني في هذا ايضا. نعم. الذي استهدف الهجوم الذي استهدف اجهزه لاسلكيه هي تبين موجوده لدى عناصر وكوادر حزب الله. طيب. وبالتالي هذا الأمر يدفع إلى القول، وهي تحدثت إسرائيل بحسب ما نقلت وسائل الإعلام أن هي المرحلة الثانية من الهجوم، مما يؤشر على أنه يبدو هناك مرحلة ثالثة ربما لا نعرف كيف ستكون. نحن أمام مشهد مختلف عن الحروب التي عهدناها في أوقات سابقة وحتى الحرب القائمة في غزة، شكل مختلف تماما. هذا الشكل المختلف هو مبني على أن هناك حرب تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي وعلى الاختراقات الأمنية، وهذه ساهمت إلى حد كبير بكشف، يعني أظهرت هذه العمليات وما سبقها وخاصة العمليتين الأخيرتين عن اختراق كبير تعرض له حزب الله، إلى الحد الذي يمكن أن نقول أن هناك تضعضع في البنية العسكرية الأمنية على الأقل انطلاقاً من أن هناك تحييد لنحو أكثر من 2500 شخص على الأقل من كوادر مني أصيبوا حيدوا من هذه المواجهة، وأيضا اليوم في أعداد إضافية حيدت من هذه المواجهة، إلى جانب أن هناك أسئلة حول ما هي الوسائل التي يمكن الاتصال التواصل التي يمكن أن يعتمدها الحزب، طالما أن أي شيء تقني هو عرضة يعني للخرق أو عرضة للانكشاف. وهذا بحد ذاته يشكل تحدي كبير اليوم، لا نعرف كيف سيستطيع حزب الله استيعاب هذا الأمر في لحظة تبدو إسرائيل مستمرة في المواجهة. وهناك سؤال مطروح اليوم على حزب الله وعلى إيران، نفس إيران نفسها، ماذا كيف ستتعامل مع هذا الذي جرى في لبنان؟ بمعنى أن هذا المحور الذي تقوده إيران ووحدة الساحات كيف ستتعامل اليوم؟ هي تقول إيران، وهذا استنادا إلى أن إيران لم ترد حتى الآن على اغتيال هنية، فضلا أن حزب الله رد بشكل ملتبس على اغتيال فؤاد شكر، وهي تقول إيران بأنها لا تريد أن تذهب إلى مواجهة يريدها رئيس الحكومة الإسرائيلية. وهذا بحد ذاته، هذا القول يعطي رئيس الحكومة الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي فرصة لمزيد من العدوان على لبنان وأيضا استهداف حزب الله، طالما أن هناك ضمانة بأن عملية الرد ستبقى خاضعة لما يسمى الصبر الاستراتيجي. الوضع حرج إلى درجة أنه في سؤال جوهري الآن، الأمين عام حزب الله سيخرج غدا ويتحدث إلى الجمهور، وبالتالي ومطلوب منه الإجابة على هذا السؤال، ماذا سيفعل؟ هل يمكن أن يبقى يعني صامتا إزاء هذه العمليات التي هو في هذا الإطار؟ أستاذ علي لو سمحت لي، في هذا الإطار، يعني الأمس واليوم ضربت إسرائيل من خلال هجومها السبراني جنوب لبنان، وأنت قلت في بداية كلامك ربما تشك بأن هناك مرحلة ثالثة. بداية، كيف ستكون ملامحها هذه المرحلة الثالثة؟ وأيضا السؤال الثاني في الشق الآخر هو يعني ما كيف تتوقع أن يخرج حسن نصر الله؟ هل هناك جديد في معادلة الصراع بين حزب الله ولبنان وإسرائيل؟ يعني أبرز مخاطر هذه الحرب الجارية أنك لا تستطيع أن تتوقع ما هي المرحلة الثالثة. طيب.
يعني بمعنى انه نحن، هل كان يعني هو مفترض حزب الله يتوقع، يعني حزب الله مستهدف. حزب الله كان يتوقع ان تكون هذا الهجوم امس السبراني مثلا، هو يفترض ان يكون يعني لديه حساسيه امنيه عاليه نتيجه هذه الظروف، ولكن هذا بيكشف ايضا عن هشاشه امنيه بنفس الوقت، يعني ان لا يكون منتبها لهذه المساله، يعني ان تدخل هذه الاجهزه، هذا العدد الكبير من الاجهزه المفخخه، يعني هل يستطيع عقل ان يستوعب ان حزبا له صفه امنيه ويفترض أنه يقدم نفسه على أنه مارد أمني وعسكري، أن تمر عليه مثل هذه العملية وأن يوزع هذه الأجهزة على كوادره وأن تحصل هذه العملية؟ يعني هذا هنا المفاجأة الكبرى برأيي بهذا المكان، فضلا عن ما جرى اليوم، يعني بعد ما حصل الأمس، هل يمكن أن يبقي الأجهزة بيد عناصره وأن يحصل؟ وربما نتفاجأ غدا أن أمرا ما حصل، ونسأل نفس السؤال، هل ممكن أنه كان كذا وكذا؟ فبالتالي نحن أمام حالي من الصعب التكهن كيف ستكون، خاصة أن إسرائيل، يعني أنا من الذين يقولون إسرائيل لن تخوض حرب برية، إسرائيل في الحروب البرية تخسر، إسرائيل بالتوغل البري تخسر، ولذلك هي أخذت خبرة منذ حرب 2006 وقامت بالتخطيط لمسارات جديدة لحروبها، على الأقل فيما يتصل مع لبنان وحزب الله، واستفادت من تجربة 2006 وبنت استراتيجيتها على هذا الأساس. فيما حزب الله يبدو كان غائبا، يعني هو يعني رغم ادعائه بأنه يعرف ماذا في إسرائيل ويعرف تفاصيل وهو قادر على أن يحرر الجليل وأن يستطيع أن يخترق، لكن تبين أنه غائب تماما عما كانت إسرائيل تقدره له، وبدأ أنه يتفاجأ مع كل عمل أمني، يبدأ متفاجئا، وهذا بيدلل على أنه أصلا حزب الله لم يكن منهمكا فعليا البحث بالموضوع الإسرائيلي بقدر انهماكه في معاركه الجانبية التي امتدت من سوريا إلى الأردن إلى العراق إلى اليمن إلى مناطق أخرى مختلفة، إلى أيضا سيطرته على السلطة اللبنانية وتحكمه بلبنان، وهو يبدو لم يكن يتوقع أن يخوض مواجهة مع إسرائيل. وإلا إذا كان جادا في ذلك، هذا سؤال جوهري، كيف تحصل إسرائيل على كل هذه الإمكانيات وكل تنفذ كل هذه الخطط بسلاسة وحزب الله لا يعرف شيئا؟ هو في هذا الإطار أستاذ علي، يعني بعد هجوم الأمس واليوم، هل يمكن أن نطلق على ما فعلته إسرائيل من ربما خرق في المنظومة الأمنية لحزب الله؟ هل هذا وارد؟ هذا خروقات، نعم، يعني هذا مش خرق، هذا كشف هائل للوضعية الأمنية لحزب الله، يعني انه مجرد ان يسمع الاخبار ويقراها الواحد، وكيف تم يعني شراء الاجهزه، كيف وزعت الاجهزه، كيف ان اسرائيل اصلا يعني تراقب هذه الاجهزه بالاساس، وكيف اصلا انه سبق بانه شبكه الاتصالات الارضيه اخترقت الشبكات، يعني في خروقات هائله، يعني الى درجه انه يعني من الصعب ان نسميه، يعني الخرق الامني صار يعني امر وصف جد متواضع لما يجري. واقع الحال يكشف عن انه في شيء، في هشاشه هائله مغطاه ب يعني ببروباغندا وبايديولوجيا، يعني نحن يعني في تخمه ايديولوجيه لدى حزب الله وكل هذا المحور الذي يتبعه، وفي لدى إسرائيل تخمة تكنولوجية، من يربح في هذا المجال؟ يعني إسرائيل تستخدم التخمة التكنولوجية التي لديها، فيما الآخرون يعني مكتفيين يبدو لي أنه كان يعني مسألة الشعارات، ونستطيع أن ندخل الجليل ونستطيع أن ندمر ونستطيع أن، طيب ماذا تفعلون الآن؟ إذا كل ذلك يعني في 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 بالتعبير اللبناني بيقولوا في بهدلة، يعني حزب الله في هذا الوضع الآن، يعني إسرائيل قامت بعمل أظهر جد يعني هذه الصورة التي كان يقدمها على أنه السوبرمان، على أنه المارد الأمني والعسكري، على أنه القوة الإقليمية التي افتتحت يعني دولا و
وتجاوزت أسوار وما إلى ذلك. هذه الصورة يجري تهشيمها بشكل منظم وخبيث من قبل إسرائيل. يعني إسرائيل تريد هذه الحرب بهذا الشكل الذي تتم فيه، ولا تريد الذهاب إلى حرب شاملة. يعني هي بحد ذاته عملية أن تأتي إسرائيل وتستهدف مثلا حوالي 3000 عنصر من حزب الله بشكل بكبسة زر. نعم يعني هل نتخيل كيف تم هذا الأمر، وكيف يمكن أن يتم؟ برأيي إذا حزب الله يريد أن يستوعب هذا الأمر ويريد أن يتجاوزه، على الأقل يجب أن نسمع عن محاسبة تجري بشكل علني، ومطلوب من أمين عام حزب الله غدا على الأقل أن يخاطب جمهوري ويقول له ماذا حصل، وأيضا أن يكون هناك محاسبة، وأن نشهد على الأقل أن يظهر من هذا الحزب من يقول أني أتحمل المسؤولية وأستقيل، لأنه ما حصل فضيحة كبرى لا يمكن إدراجه وأنه أمر عادي وهامشي، وهذا هزة أمنية غير مسبوقة غير ولكن هناك مسبوقة. من يقول أستاذ علي أن تصميم نتنياهو وما حصل في لبنان هو تصميم من حكومة نتنياهو على الدفع بالمنطقة إلى أتون حرب إقليمية وعدم الاكتفاء بالحرب على غزة، ولكن السؤال هنا، هل باستطاعة إسرائيل أن تفتح جبهة أخرى، جبهة الشمال؟ هل لديها المقدرة على ذلك؟ لماذا تفتحها؟ نعم. لأي سبب؟ ليش بدها تفتحها الشمال؟ هي تقوم باصطياد بضرب بنية حزب الله العسكري شيئا فشيئا. صورة حزب الله قبل 7 أكتوبر والآن فيها تغير، فيه تغير هائل. هي تقوم بضرب مقوماته العسكرية، تغتال، تخوض حرب بين مزدوجين نظيفة ليس فيها أي إدانة دولية، ليس فيها كلفة عسكرية، لا تستهدف مدنيين بشكل عام. يعني إذا عملنا مقارنة بين المدنيين اللي سقطوا، هذه حرب يعني بين مزدوجين نموذجية لإسرائيل. لماذا تريد أن تدخل في حرب يعني شاملة؟ لا، لديها خطط تنفذها وتؤذي حزب الله. يعني ليست المسألة هي عملية مناوشات ضربة من هنا ضربة، يعني معيار ليس هناك من توازن بين الخسائر اللي لدى حزب الله والخسائر الإسرائيلية. هي هذه الحرب الخبيثة التي تخوضها إسرائيل، وهذا الشكل الجديد. نحن دائما كنا، وأنا منهم، أسرى الفكرة التي أن إسرائيل ستقوم باجتياح للبنان، بتقدير الحرب البرية هي حرب خاسرة لإسرائيل. ولذلك قلت أن إسرائيل استفادت من تجارب السابقة من اجتياح 82 وحرب 2006، وصلت إلى نتيجة أن التوغل البري والاجتياح البري مكلف، وأيضا نعم أستاذ علي، يبدو أننا فقدنا الاتصال. على أي حال، كان معنا عبر سكايب من بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية الأستاذ علي الأمين، شكرا جزيلا لكم.